كان روح لتليفون مهم دلوقتي. معانا على التليفون دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي. تحياتي ليك يا دكتور سعد وتحياتي الكابتن عبد المنعم شطه. مساء الخير يا كابتن اسامه، ومساء الخير على مشاهدين حضرتك الكرام، ومساء الخير على كابتن شطه، ودايما موفقين ان شاء الله. ان شاء الله. اخر الاستعدادات يا دكتور سعد، ما شاء الله بعد بكره افتتاح صرح رياضي كبير هينضم بقى لافرع النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي. اخر الاستعدادات لافتتاح فرع التجمع الخامس او القاهره الجديده. يعني خلينا اقول لحضرتك في البدايه، طبعا انا بتقدم بخالص التهاني لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب واعضاء الجمعيه العموميه وجماهير النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي الكبيره في الحقيقه بهذا الحفل ان شاء الله اللي بيعلن عن افتتاح الرسمي لواحد من طروح الرياضه اللي بتعكس التطور الحضاري في الحقيقه للمنشآت الرياضيه المصريه اللي تم يعني انجازها في فتره وجيزه وفي ظل تحديات اقتصاديه بيمر بيها العالم، ومن هنا كمان تيجي عظمه التحدي اللي النادي الاهلي انجزه بانه يعمل طرح رياضي في الحقيقه نال اعجاب وتقدير كل ما من زار هذا الطرح الرياضي، لانه بيحمل مواصفات ذات معايير جوده بتنقل كل مفاهيم المنشآت الرياضيه المصريه في اتجاه اخر. واعتقد ان احنا كمان هنا من خلال برنامج حضرتك بنتوجه بالشكر الجزيل لكل المؤسسات الوطنيه المصريه على راسها طبعا القوات المسلحه المصريه الممثله في الهيئه الهندسيه واداره الاشغال العسكريه في ان هي تنجز هذا الطرح العملاق. في الحقيقه انا امتحن 50 فدان بهذه الصوره الرائعه والمبهره. في الحقيقه كان عمل متواصل. حفل الافتتاح في الحقيقه من يوم ما اعلن كابتن محمود الخطيب عن ان شاء الله ان احنا هنفتتح النادي رسميا باستقبال اعضاء النادي الاهلي في القاهره الجديده بدايه من 1/6 كان في استعدادات كبيره جدا. تم عمل لجنه برئاسه الكابتن محمود شخصيا، ويمكن احنا كنا الفتره اللي فاتت دي في متابعه حثيثه لكل تطورات العمل داخل الفرع وانجاز كل حتى الحاجات البسيطه عشان يظهر الفرع في صوره جميله. وكنا على هامش الفعاليات بتاعه الاستعداد للحفل عملنا مجموعه من الفعاليات الصغيره، واحده كانت من اهم هذه الفعاليات هو ان كان في عايزين نربط المقر الرئيسي بكل فروعه بربط تاريخي، فعملنا جوله مهمه جدا مع فريق ارضي للدراجات الناريه ابتدت من الشيخ زايد اخر الفروع الجديده اللي قبل فرع القاهره، ثم انتقلت للمقر الرئيسي في الجزيره، ثم مدينه نصر، ثم راحت لمقر القاهره الجديد. ان شاء الله فعاليات الحفله هتبدا في تمام الساعه 6 بتوقيت القاهره ان شاء الله. الحفله هيبقى فيه جزء حفل فني هيستقبل الساده اعضاء النادي الاهلي بدايه من الساعه 8، لان الحفل من 6 لحد الساعه 8 هيبقى قاصر فقط على الدعوات الرسميه اللي تم توجيهها من قبل مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب. وبعد كده من الساعه 8 ان شاء الله هنستقبل كل اعضاء النادي الاهلي بدايه من الساعه 8 علشان يقدروا يستمتعوا بالحفل الفني ان شاء الله اللي هيبقى موجود من اليوم التالي مباشره. من اليوم التالي مباشره هيبقى فرع النادي الاهلي في القاهره الجديده جاهز لاستقبال اعضائه، وبالتالي هنبدا نستخرج جميع البطاقات العضويه ايضا الجديده، وده برضو خبر يمكن احنا بنختصه من خلال برنامج حضرتك يا كابتن اسامه، ان احنا ان شاء الله هنطلق البطاقه العضويه الجديده للنادي الاهلي اللي هي مدتها 4 سنوات ان شاء الله، وهنبتدي ايضا بفرع القاهره الجديده نبدا نسلم بطاقات العضويه من يوم الاحد القادم الاحد القادم ان شاء الله نبدا نسلم البطاقات. كمان احنا كنا على هامش الاستعدادات لفعاليات الحفل، احنا كنا كابتن محمود ومجلس ادارتنا بداوا يستقبلوا لجان العضويه عملناها في فرع القاهره الجديده تيسيرا على الساده الراغبين في الانضمام لعضويه عائله الاهلي الكبيره عشان ما نجيبهمش في مقرات الجزيره ويبقى اللجنه في القاهره الجديده. وايضا عملنا نفس اللجنه دي بالتوازي في فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد تيسيرا ومواجهه كثافه الاعداد الراغبه في الانضمام الى عائله النادي الاهلي، وده كمان فرصه من خلال حضرتك ان احنا يعني كل الساده الزملاء اللي عندهم رغبه في الانضمام لعائله النادي الاهلي ان هم ينتهزوا هذه الفرصه
لان احنا قدامنا فتره وجيزه عشان نستوفي الاعداد اللي طبعا اللي هيعتمدها مجلس الاداره، وبعد كده نقفل لفتره معينه عشان نقدر نستوعب هذه الكثافات الكبيره اللي موجوده وعندها رغبه للانضمام لعائله النادي الاهلي. ده كان ملخص للبرنامج الحفل ان هيبدا الساعه كام، وفي لجان تم تشكيلها في استقبال الساده الاعضاء. ودي برضو انا بنتهز الفرصه ان احنا نشكر كل الساده الزملاء المؤسسات الوطنيه سواء كانت ممثله في وزاره الاسكان في الحقيقه اللي بتساعدنا ان هي تعمل تجهيزات البنيه الخارجيه اللي محيطه بهذا الفرع، ايضا جهاز القاهره الجديد زي ما احنا ذكرنا قواتنا المسلحه المصريه. ده كان ملخص لفعاليات ان شاء الله حفل الافتتاح. ان شاء الله يكون بعد بكره يوم تاريخي ويوم سعيد لكل عشاق وجماهير النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي يا دكتور سعد، وبنطمن لكل الناس ان شاء الله هنكون موجودين معاكم على قناه النادي الاهلي وبث مباشر لحفل الافتتاح اللي زي ما قال الدكتور سعد هيكون ان شاء الله حفل يليق بكل جماهير النادي الاهلي وعشاق النادي الاهلي. دكتور سعد، فرصه وحضرتك موجود معانا دلوقتي على الهواء، عايز اسال حضرتك عن الحضور الجماهيري في مباراه الاهلي والوداد القادمه يوم الاحد القادم، ودي من المباريات المهمه جدا، برضو طمنا على الحضور الجماهيري بالنسبه لجماهير النادي الاهلي في هذا اللقاء. يعني كان في مجموعه من الاستعدادات اللي احنا في النادي الاهلي دايما كنا حريصين ان احنا ناخدها باقصى سرعه ممكنه، بمجرد في الحقيقه اعلان الاتحاد الافريقي بان طرفي المباراه النهائيه سوف يكون النادي الاهلي ونادي الوداد من المملكه المغربيه الشقيقه. النادي الاهلي تحرك بكل سرعه وبدا مخاطبه الجهات والمؤسسات الوطنيه المصريه لان يكون هناك حضور جماهيري من جماهير النادي الاهلي بكامل ساعه الاستاد اللي هي 72600، لان احنا طبعا دي مباراه تاريخيه، مباراه هي قمه صناعه كره القدم في القاره الافريقيه العريقه، والنادي الاهلي هو قلب كره القدم في القاره الافريقيه، مصر هي مقر الاتحاد الافريقي لكره القدم، ودي كلها بتعكس مكانه مصر. وطبعا معاك رمز جميل من رموز كره القدم الافريقيه ومن خبراء كره القدم الافريقيه كابتن شطة، اكيد هو عارف مكانه مصر ومكانه النادي الاهلي في داخل كره القدم الافريقيه. فكان عندنا رغبه في الحقيقه، وكان عندنا رغبه ايضا يحالفها الثقه في ان المؤسسات الوطنيه المصريه وعلى راسها طبعا المؤسسات الامنيه المصريه ان هي طبعا دايما بتساند وبتدعم طلبات النادي الاهلي. كان عندنا موافقه مبدئيه على حضور 20000 مشجع، كمان وصلنا خطاب من الاتحاد الافريقي لكره القدم تقديرا لمكانه يعني مصر ومكانه النادي الاهلي، وايضا قدره المؤسسات الوطنيه المصريه على التنظيم الرائع ان يبقى في حضور جماهيري بكامل ساعه الاستاد. وبالفعل احنا قعدنا مخاطبه وزاره الداخليه والاتحاد المصري لكره القدم لان يخاطب الجهات المختصه بان تكون هناك ساعه كامله، وان تكون هذه المباراه هي عرس لكره القدم الافريقيه، لان احنا عارفين ان كل المنصات الاعلاميه العالميه سوف تتابع فعاليات هذا اللقاء لما له من قيمه ولما له من عشق ايضا لكره القدم بشكل عام، وايضا النادي الاهلي وجماهيره وقاعدته الجماهيريه الكبيره بشكل خاص ايضا، ويكون في ترحيب ايضا يعني النادي الوداد المغربي الشقيق في الحقيقه، ونرد كمان الاستقبال الحافل اللي قابلتنا به الجماهير المغربيه في كاس العالم للانديه، ونعكس هذه الروح الطيبه. ودي كمان فرصه من خلال منصه حضرتك يا كابتن اسامه وبرنامج حضرتك الجميل اللي احنا بنستمتع بيه، ان احنا كمان عندنا في مقابل الثقه اللي احنا بنثقها في المؤسسات الوطنيه ان هي حريصه على دعم وتسند طلبات النادي الاهلي، كمان عندنا ثقه في جماهيرنا، وعندنا ثقه في جماهيرنا ان هي هتظهر بالصوره المشرفه التي تليق بجماهير النادي الاهلي اولا، اللي على مدار تاريخ النادي الاهلي كانت بتدعم وبتؤازر فريقه بكل قوه، وجماهير النادي الاهلي هي اللي قدمت مفهوم الدعم والمسانده بالشكل الراقي في كل جوانبه، سواء كانت دعم والمسانده للاداره التي تقود مؤسسه النادي الاهلي، الدعم والمسانده للاعبين اللي هم على ارض الملعب، الدعم والمسانده ايضا لكل الجوانب المنظمه للمباراه، الدخول وفقا لتعليمات الامن، الالتزام بدخول بتذكره مباراه، الامتناع عن حمل اي محظورات تكون يمنعها الامن. ده احنا كلنا عندنا ثقه في جماهيرنا، وكمان عندنا حرص على ان احنا نوفر لهم كل السبل ان هم يستمتعوا بمباراه
ايضا يحالفنا فيها ان شاء الله التوفيق، ونستقبل بحفاوه النادي الوداد المغربي كما استقبلنا الجماهير المغربيه في كاس العالم للانديه. عندنا امل كبير ان شاء الله، عندنا امل كبير ان شاء الله من استجابه المؤسسات الوطنيه المصريه على راسها وزاره الداخليه الموقره اللي احنا بنشكرها على ان هي دايما بتدعم وبتساند طلبات النادي الاهلي، ان شاء الله ان نستكمل الساعه الكامله لتكون مباراه تليق بجمهوريه مصر العربيه، تليق بمكان الجمهوريه الجديده ان شاء الله. ان شاء الله دكتور سعد يكون في وعي كبير جدا من الجماهير في هذا اليوم، ويكون في استجابه كبيره جدا ايضا من الجهات الامنيه، ونشوف استاد القاهره في الساعه الكامله. دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي بنشكرك شكرا جزيلا.